أنا مسيحي هنا في الشارع، بنشارك الناس في الزينة وفي في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. احنا طالعين مع بعض يعني من احنا صغيرين الحمد لله، وما فيش فرق بين مسيحي ومسلم يعني الحمد لله. برضو أعيادنا بيجوا يهنونا وأعيادهم بنهنيهم وكده، زيادة المحبة والمودة يعني، هي المحبة موجودة بس احنا بنزود المحبة برضو. طبعا احنا متربيين مع اخواننا المسيحيين هنا من فترة طويلة يعني، من ايام المرحوم ابوهم يعني، ففي افراحنا معانا وفي واجباتنا معانا وفي كل حاجة بصراحة. احنا بنشتري الزينه مع بعض، بنتفق مع بعض شباب الشارع، بنلم من بعض يعني فلوس وكده، وبنجيب الزينه مع بعض وبنبدا نجهز الزينه مع بعض برضو، وبنعلق الزينه مع بعض. والله اللي بيعملوا التقي ذاتي يعني بصراحه يعني هو واجب عليه، لانه هو بصراحه بيشاركنا في افراحنا وفي احزاننا، احنا برضو بنشاركهم يعني في افراحهم وفي اعيادهم، واخد بال حضرتك؟ وهم ناس بصراحه كويسين هنا في الشارع، بيوقفوا معانا في الحلوه وفي المره، وناس بصراحه ما بيسيبوش يعني، والمسلمين برضو نفس يعني ما بيسبهمش يعني، بصراحة الناس إخوان هم يعني، ما فيش الله إن يفرقهم الدين من بعض، بين بينهم وبين بعض، إنما الناس بصراحة ناس كويسين خالص خالص. كل سنة بيعملوا زينة رمضان، كل سنة بيعملوا زينة هنا.